انت قلت قبل كده في تصريح ليك انه انا ما بروحش كباريهات عشان ما باخدش فلوسي من ناس سكارة. لا بصي، موضوع ان انا ما بشتغلش في كباريهات ده موضوع خاص بي انا، وخلاص بقى يعني عارفة ما حبتهوش، يعني نظام جو الكباريه ما بحبه. بتكسبي وبتاخدي فلوس وبتاعه كتير، لو هجوع مش هشتغل. ايه رأيك في محمد رمضان في الغرب؟ هو بيطلع يعمل ايه؟ يعني الحفلات اللي عملها عمل ايه؟ طالع بقميص عريان ومعاه بنات ستريبتيز شو. انا لو محظوظ النهارده يبقى عندي في البنك مثلا 5 مليون 10 مليون. طب انت في البنك كام جنيه؟ تعريفه ما عنديش في البنك حساب اصلا. انا طلعت 2009 قعدت سنه جبت عربيتي الجيب رينجلر ديت قسط، بعديها الثوره قامت. لسه معاك العربيه؟ انا بفكر ابيع عربيتي مش بهزر والله، واجيب تاكس او اجيب عربيتين، عربيه شغاله اوبر وعربيه بخليها معايا للبيت وللولاد. انت دلوقتي كنت الاول بطولك، النهارده عندي زوجه وعندي 3 اولاد. ربنا يخليهم. اعمل ايه؟ اكلهم منين؟ وانتي عارفه الدنيا كلها واقفه دلوقتي. واقفه معاك بقى لها قد ايه؟ بقى لها سنه كده، بقى لها سنه تمام، بقى مفيش خالص. فالحمد لله اشتغلت فاعل، احط رمله على في الشكاره واطلعها على السقف، لان المجال الفني غدار وخاين ملوش حل. وقفت الدنيا تماما بقى، بقيت مش عارف اعيش، مفيش، مش لاقي جنيه. اضطريت بقى ان انا انزل اسكندريه اقعد في بيت ابويا وامي الله يرحمهم. بقيت اشتغل بقى اللي هو فاعل، احط رمله وزلط وبتاع واطلع السقاله، كهربائي سليسيون، صبي كهربائي سليسيون، اسس شقه. فدي حاجات كلها طبعا اكتسبتها وعملت لي عزيمه واراده. واشتغلت في سوبر ماركت في الجيم، محل سوبر ماركت، واشتغلت بياع باله. الحمد لله حظي عند الله لسه ما جاليش وانا عشمان فوق. مين ظلمك؟ ايه ده؟ كتير 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 جدا، الحمد لله خلاص. إن الله غفور رحيم.